السلام عليكم اعزائي المتابعين، الاخبار فيديو جديد احمد سامي. طبعا كلنا حابين ابلاين ليجند وقت ما كانت نازله، والفكره اللي فيها والاداء الصوتي وكده. جايب لكم لعبه زيها بالظبط اسمها بلايند كويست او مهمه الكفيف. اللعبه دي جميله جدا، من الالعاب انا جربتها من فتره، يعني هي نازله بقى لها فتره طويله، لكن انا كنت عايز اسجلها لكم بشكل احسن وكمان من الاندرويد عشان تبقى جميله. هي اللعبه للاندرويد وللاي او اس فور فري، مجاني، لكن هي موجوده للويندوز، للكمبيوتر الويندوز اعتقد بفلوس زي ابلاين ليجند في الاول، لكن اكيد هتلاقي ناس رافعين الروابط ببلاش. فخلينا نخش في اللعبه على طول. هسيب لك الرابط بتاعها من جوجل بلاي، واحاول اسيب لك رابط من اب ستور اللي انا متاكد منه ان هي من اب ستور. طبعا اللعبه دي لسه جديده، انا كنت مشترك يعني في الاخبار اللي بيحطها المطور وكده، فهم بعتوا لي ايميل عشان القناه بتاعتي بتعرض العاب وكده باللعبه اساسا، فعشان كده قلنا نجربها سوا. الايميل اصلا معايا من فتره طويله جدا وهي من عندي على جهازي، بس زي ما قلت لك الفكره. فيلا بينا من غير كلام كتير نبدأ. طبعا اللعبة بتتلعب بعرض الموبايل زي ما انت شايف. تفتح هيت، اهلا في بلايند كويست ذا انشانتد كاسل. Swipe left to continue a previous game. Swipe right to start a new game. رايت طبعا لان احنا لسه جديد. طيب Welcome to Blind Quest. خلاص يا حبيبي شكرا. هشرح الفيلم. انت مستعد تسمع الفارس نيثم؟ ايوه خليك جاهز. هي قصة حلوة. تحس ان انت عشتها قبل كده لكن هي حلوة. انا محتاج مساعدتك عشان نوصل لاخر القصة، خليك عايش لو تقدر. حرك صابعك يمين وشمال عشان تشوف الانفايرمنت. دبل تاب عشان افحص الحاجة اللي انا هتفاعل معها. ثلاث صوابع عشان افتح البوزمن. في المعارك ادوس دوستين عشان اهاجم. فوق يمين تحت شمال عشان اعمل دادج. فوق الدرينك هيلينج بوشن او صحة، وادوس مرة واحدة عشان اعرف الصحة. في أوضة نيثن. يوم صاحي من النوم ويومه مش كويس. ليه بقى مش عارف؟ أنا طبعا بجرب القصة معاك، أنا ما عنديش معلومات عنها. أنا بس زي ما قلت لك أنا شفت الكلام اللي عليها وكده. أنا في نيثن روم. طيب ماشي شكرا. مش بالعنف اهو. الفكرة ان اللعبة دي فيها ميزة حلوة زي ذا فيل لو فاكرينها. كانت الميزة برضو ان اللعبة دي بتقدر ان انت تتفاعل مع الحاجات بنفسك، يعني بتقدر تختار قراراتك. فهي ابلاين ليجند لكن باختيار قرارات، جامدة جدا يعني. خلينا نشوف. الباب، الحيطة، شباك. طب نشوف الشباك فيه ايه. The sunlight lights up the room through the window. Data. Casket. Nathan opens the casket. He gets a healing potion. كده انا فتحت الكاسكت او الصندوق فاخدت منه هيلينج بوشن. انا دلوقتي بدور وبشوف ايه اللي ممكن اعمله. في ديسك هنا اهو، شنطته، بشوف الفلوس اللي فيها. لقى فيها عملة فضية واحدة، دي كفاية للنهاردة، لكن بكرة هو هيموت من الجوع. لازم يروح للمدينة عشان يدور على شغل. قطعت قلبي. طب بيتهيألي ده اللي نطلع منه. شفت ساب المكان اللي هو فيه، لازم يروح للمدينة عشان يقدر يلاقي أي حاجة يشتغلها. طيب مش طيب حاضر. Nathan's room, southern exit, eastern exit, commoner woman. طبعا انا عارف ان هم اربعه. ثم نشوف الست، شكلها بص، الناس بصه وحشه قوي.
الماسنريز دول مش سمعتهم حلوة. طيب Eastern exit, Southern exit. لو كده هو مشي كده احنا وصلنا للمتجر، شكله حلو قوي في نص اليوم، لكن دلوقتي احنا الصبح فالصوت هادي قوي. You have reached City of Flos, southwest. Swipe left or swipe right to move. Shop, busboy, casket. Nathan opens the casket. فتحت الكاسكت. He gets a healing potion. حلوة أوي، اتنين healing potion. طب كويس. Busboy. الواد. A young busboy asks. الواد بيسأل نيثن، أنت ميسنري؟ يس عشان يمين تقول يس او شمال عشان تقول نو. طبعا احنا هنكرر، بص خلينا نقول نو مش هتفرق. يلا الواد بيقول الماسنريز او الناس دول وحوش بيقتلوا عشان الفلوس. كاسكت ايسترن اكزيت نورثرن اكزيت شوب ناو ات از كلوزد. بدري قوي. تمام مقفول. طبعا زي ما انت شايف انا بجرب عشوائي زي ما انت شايف، لان انا مش عارف. كده انا في السيتي سكوير. هنا المكان اللي هنلاقي فيه شغل. تمام. انا في السيتي اوف فلوس. تمام. تمام. لوندرس. لوندرس. Water. Bulletin board. Water. Laundress. Water. Bulletin casket. Nathan opens the casket. فتح الكاسكت. He gets a healing potion. الملل ده ما نفسه. Bulletin board. On the city bulletin board. الأخبار في إعلان من الأميرة. It says that the royal city is المكان المملكي بيتعمل لها بتحتل من قبل ال تمام. She is waiting for someone who is able to defeat the ghosts. The reward is 1000 gold coins. ماشي. With that money Nathan could survive for an entire year or live the high life for 6 months. Swipe left to say yes. Swipe right to say no. طب استنى اشرح لهم بس. المشكلة لما بيكون الصوت بيتكلم وانا بتكلم ما بعرفش ان انا اركز واتكلم في نفس الوقت، يعني اسمع واتكلم صعبة شوية. هشرح لك هو اللي قالت ايه. ده اعلان، احنا دلوقتي في مكان الشغل. هو ما فارس بس مش لاقي ياكل في الفترة الحالية، يعني انتوا عارفين الجائحة بقى والحاجات اللي من النوع ده، فالناس مش لاقية تاكل. كان فتح عربية كبدة وقفلت وحوار طويل والبلدية جت شالتها. مش موضوعنا مش موضوعنا. المهم ان الأميرة عاملة بتقول ان في جوست او شبح اشباح بتحتل المكان. الاشباح ديت اللي هيقضي عليها او اللي يقدر يقف قدامها هتديله 100 قطعة ذهب. هو كان معاه قطعة سيلفر واحدة او فضة واحدة. فبيقول ان دي تكفي نيسن ان هي تخليه يعيش لمدة سنة مستريح او 6 شهور حياة مرفهة قوي يعني. فهتوافق ولا لا؟ فانا وافق عادي. Nathan needs money. نيثان عاوز فلوس بس هو مش عايز يموت. ليه يا حبيبي؟ لا انا واضح ان انا دوست غلط. On the city bulletin board there is an announcement written by the princess herself. It says that the royal city is infested by ghosts. Because of this she has taken refuge in the stronghold of Rodom. هي اللعبة اللي معكوسة ولا انا اللي عندي مشكلة؟ انا دوست يس وهو قال نو. The reward is 1000 gold coins. With that money Nathan could survive for نفس الحوار اللي انا لسه قايله لك دلوقتي. Or live the high life for 6 months. طيب ماشي. Swipe left to say yes. شمال عشان اقول يس. انا نسيت، انا معلش. يس. A risky mission. مخاطرة لكن نيثن هياخدها. Nathan begins to walk. The stronghold is far from the city. The stronghold أو المكان اللي فيه الوحوش ده بعيد، فاحنا هنروح له يلا.
نكمل اجري. Casket. Western exit. Laundress. The laundress tells Nathan that a royal herald has just put up a new job announcement. طيب ماشي. Seemed very agitated. طيب. Water. Bulletin board. Water. وانا ده اتفاعل مع المية دي في حاجة؟ There is a beautiful fountain. The flowers are able to grow. مياه و... طيب ماشي مش مهم في حاجة. Bulletin board, casket, western exit. ندور بقى على الطريق المفروض نروح له. You have reached city of Flos. Shop, busboy, casket, eastern, northern exit. أنا أترك على التحكمات اللي أنا قرأتها. Reached City of Flowers. لا انا كده بلف حوالين نفسي. Commoner woman. Eastern exit. Southern exit. Nathan. Southern exit. You have reached City of Flowers. Shop. Busboy. Casket. Eastern exit. اهو. You have reached City of Flows. انا بلف حوالين نفسي. Water. Bulletin casket. Western laundress. Water. Lawn western exit. انا لازم افتكر الطرق ايه عشان ما توش. لان اللي بعمله ده هو توهم فعلا. Reached shop. Sit bus casket. Eastern northern exit. انا بحب العب الاجزاء دي لان في ناس بتقول عليا ما بخسرش خالص. لا على فكره هو انا مش فاهم اللعبه زي ما انتم شايفين. City of Flows. وبلف حوالين نفسي بشكل ممل يعني. Eastern southern exit. Nathan southern exit. You have reached City of Busboy. Casket. Eastern northern exit. Eastern exit. هو ايه اللي انا بعمله غلط؟ You have reached City of Laundress. Water. Bulletin casket. Western laundress. Water. Bulletin board. There isn't really much more on the bulletin board. مفيش حاجة هنا. Better to get to the princess. ما ازاي؟ Casket. Western exit. Laundress. The laundress tells Nathan that a royal herald has just put up a new job announcement. في حاجة ناقصة؟ أنا مش قادر أفهم. هستنى. تمام. يبقى اكيد في حاجه هناك انا ما عملتهاش لسه. Shop City Busboy Casket Eastern Exit Northern Shop. Now it is closed. لسه مقفول. It is too early. على فكره بيتهيألي في حاجه في اوضته احنا ما خدناهاش. Busboy Casket Bus Cast Eastern Exit Northern Eastern Exit. ولا انتوا ايه رايكم؟ لما بعمل 3 تاب بما ان انا مفعل العدسه بتكبر. فلو لاحظت ان فاكر سيتي ووتر بوليت كاسكت ويسترن اكس لون دريس ويسترن اكس. تمام. يو هاف ريتش شوب بات سي كاسكت ايسترن نورثرن اكزيت. تمام تعالى. طبعا لما تنزل ويندوز هنخدمها بشكل مريح اكتر 100 مره. سيتي كومن وومن ايسترن ساذرن اكزيت ايسترن اكزيت. هو اللخبطه دايما بتيجي في الجزء ده بما ان كله نفس الاسامي فانا دايما بتلخبط في الجزء ده. ايوه كده انا وصلت كده. عدى طالع من المدينه اهو. مفيش ناس كتير هنا. ايه اللي بقى اللي بيحصل؟ طب خلاص السيفنج بوينت. اه يلا طيب ماشي شكرا. في علامة هنا. The signpost indicates that the Versia plain is to the east. طيب ماشي خلاص فهم. Water well. Eastern exit. Nathan arrives in the plain of Versia, which is a quiet and lush. مكان هادي وأرضه فاضية. طب ما فيها فراخ. You have reached plain of Versia, west.
طبعا انا برضو مش فاهم لان في كلمات غريبه، وزي ما انت شايف اللعبه اوريدي باليو كي، فالموضوع صعب شويه. في دارك كيف، وده كهف مظلم. يلا Nathan uses a healing potion. Blow on the left. Blow on the left. Nathan gets hit. ازاي؟ Nathan uses a healing potion. He 100% life points. He's in great shape. Blow on the left. Nathan gets hit. مش عارف اضرب. Blow on the right. Nathan gets hit. طب الدادج منين؟ انا المفروض ما ضربته كده. تمام. Nathan uses a healing potion. انا مش عارف اضرب ازاي. طب اضرب منين؟ مش فاهم. انا كده بهرب بس مش عارف اضرب منين. Nathan gets hit. 75% life points. Blow in the middle. Nathan gets hit. Blow in the middle. Nathan gets hit. Less than blow in the middle. Nathan gets hit. Life points. Blow in the middle. Nathan gets hit. Less than 70. ركز بقى. Blow in the middle. Nathan gets hit. ما بيموتش ليه ده؟ رأيت ايه على فكرة؟ انت ملخبطني. انا على فكرة سماعاتي مقلوبة. Nathan gets hit. Less than 25% life. Nathan gets hit. Less than 25% life. Blow on the right. Be careful. Blow in the middle. Nathan gets hit. Less than 10% life. Blow in the middle. Nathan gets hit. هو الضرب هنا منين؟ انا بنسى تقريبا. انا مت. انا واضح ان سمعتي معكوسه. Press the left arrow to load the last saved game. Swipe right to go back. دي واحده بس يا شباب معلش عشان نوضح احنا بعد ده كله. وقال بريستون. طيب ماشي اهو. تالي كده احسن. You have reached City of Flos. Saving point. Signpost. Water well. Eastern exit. جرب تاني. Nathan arrives in the plain of Versha. Which is a quiet and lush land. Lush land. حاجة تفرح يعني بصراحة. You have reached plain of Versha. Waterfall, dark cave. A terrible howl comes from the cave. في صوت مرعب جاي من جوه. Back off. طب ما انا عايز اخش. Gravestone. Lonely tombstone on a small hill. مقبرة. يا ترى مين اللي مات في المكان ده؟ Bandit. The battle begins. استنى بقى نركز. Blow in the middle. Nathan gets hit. Blow on the left. Blow on the left. Nathan gets hit. على فكرة أنا ضربت. More than 75%. Blow in the middle. Nathan gets hit. More than 75. Blow on the left. Nathan gets hit. انا اكيد في حاجه في الضرب انا مش عارفها لحد دلوقتي. اهو ضربت. اهو ضربه. تمام. Nathan gets hit. Blow in the middle. Nathan gets hit. فوق قدام يبقى تحت. Blow in the middle. اه كده. Blow on the right. Nathan gets hit. ده نيسن يتعامل معاه الغلط. نيسن جيتس هيت. نيسن جيتس هيت. less than 50% life. نيسن يوزز ا هيلينج بوشن.
He recovers low on the right. طب اضرب ازاي؟ Low in the middle. Nathan gets hit. اخ. Low on the left. Low on the left. طيب ماشي. Low on the right. اهو. Low on the left. ايوه. Low in the middle. بدأنا اهو. Low in the middle. Low in the middle. Nathan gets hit. طب بعدين. Low on the right. انا بدأت اتعب. Low in the middle. Nathan gets hit. Low on the right. Nathan gets hit. Low in the middle. Nathan gets hit. مش عارف اركز. Low in the middle. ايوه. Nathan gets hit. Low in the middle. 75% life points. Low on the left. Little stunned. Low in the middle. Nathan gets hit. انا بدأت اتعب. Low on the left. Less than 75%. Nathan gets hit. Nathan gets hit. يخرب بيتك يا نيثن. نيثن gets hit. Less than 50% life. Nathan gets hit. He falter. Low in the middle. 100% life. He has no. Low in the middle. He's in great shape. Nathan gets hit. اتمنى يبقى حظكم احسن من حظي في اللعبه دي. Nathan gets hit. Low on the left. يلا. Low on the right. ألا هو نيثن ده عبارة عن بطاطسالي. Low in the middle. Nathan gets hit. Low on the left. Nathan gets hit. Oh my goodness. Low on the left. Nathan gets hit. Low in the middle. Nathan gets hit. من كده بموت ها؟ مفيش بوشن؟ Low on the left. وأنا بهجم إزاي؟ ولا إيه اللي بيحصل؟ حاول ما تموتش حاول ما تموتش. Low in the middle. Nathan gets hit. Low on the right. Low on the right. Nathan gets hit. Low on the right. طب انا كده بعمل دودجنج بس ولا بقتل ولا بعمل؟ Low on the right. Low on the left. In the middle. Nathan gets hit. 50% life. Begin. Low on the left. Nathan gets hit. 50%. أنا بحاول أجرب حاجات ممكن تكون الهجوم. Nathan gets hit. Low on the left. تمام أهو. Low on the right. Nathan gets hit. Nathan gets hit. عرفنا ما تعمل معاه الغلط. خلاص فهمنا. إيه ده؟ Low in the middle. Nathan gets hit. Oh, low on the left. Nathan gets hit. Sort. Press the left arrow to load the last saved game. Swipe right to go back to the main menu. Oh my. عموما انا تعبت. Swipe left to load the last saved game. بس ممكن يكون حد ممكن فاهم اللعبه دي ويقدر يشرحها لنا او يعني احاول اتعلم فيها اكتر. ده كان استعراض بس للفكرة ان انا اوريدي مش فاهم بس يعني فاين. يلا لحد كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. لايك وشير وسبسكرايب. ولو عايز تحمل اللعبة هتلاقي رابطها في الوصف ان شاء الله. باي باي.